بدورة أقصانا يا أقصانا. يعني أطلب من جميع المشاهدين والكل الدعاء للمسجد الأقصى في هذا الوقت البسيط اللي نكسبه في هذه اللحظات من هدوء. ادعوا لأقصانا، ادعوا لفلسطين، الأقصى يحتاج لنا، كان وما زال وسيبقى لنا. نقول ونعيد، كلام حزين وكلام حزين وكلام حزين، لكن رغم ذلك نتغزل بأقصانا، نتغزل بالقبة الصفراء وهي بزي الحزن. وماذا سنفعل يوم ترتدي فستاني زفافها؟ ماذا سنفعل عندما تتحرر؟ آملين أن نكون شاهدين على ذلك اليوم. أتمنى من الجميع الدعاء لأقصانا، أتمنى أن تحرر هذه البلاد قريبا من دنس هذا المحتل الغاصب الصهيوني الذي جاء إلى أرضنا، سلب أرضنا وسلب بيوتنا وسلبنا بيوتنا وسلبنا أصدقاءنا وأحباءنا. كل شخص في هذه البلاد يملك صديق، إما أسير أو شهيد أو تم الاعتداء عليه من قبل هذا الاحتلال الصهيوني، والآن كرة في الأمام لكنها عادت من الدفاع. كما قلت، في عائلتك دائما، يعني كل عائلة فلسطينية تملك أسير أو شهيد أو شخص تم الاعتداء عليه أو شخص تضرر بسبب الاحتلال. ادعوا لأقصانا وادعوا لفلسطين على أمل أن نشهد يوم تكون فيه فلسطين والأقصى محررة. والآن أبو حبيب يحاول على مشارك